رئيس جبهة المستقبل الذي دخل المعترك الرئاسي ونشط حملة انتخابية. اليوم ينتظر كغيره من سيكون الرئيس، يسحب هو الآخر صور المترشحين الخمسة، مجبر لا مخير، وبعدها في غرفة العزل سيختار من سيختار عبد العزيز بالعيد، هل سيختار نفسه أم يختار مرشح آخر. يعني حتى المصورين أرادوا ربما يلا سقط الستار عن غرفة عبد العزيز بالعيد، يعني إن شاء الله يكون فال خير، في انتظار أن وسائل الإعلام تركز عدساتها على غرفة العزل. الجميع يتساءل من سيختار عبد العزيز بالعيد، هل ستكون له حظوظ خلال هذه الانتخابات. ربما هذا ما كان يحاول فعله طيلة أيام الحملة الانتخابية من أجل إقناع المواطنين للتصويت على برنامجه. إذن خمسة مترشحين، خمسة أوراق، خمسة صور سيختار من بينها المواطنون. وفي هذه الأثناء عبد العزيز بالعيد يضع الظرف في الصندوق على أمل أن يبتسم له الصندوق خلال هذه الأمسية، خلال عمليات الفرز. إذن عبد العزيز بالعيد رئيس جبهة المستقبل يدلي في هذه الأثناء بصوته وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام. الآن البصمة والإمضاء في دفتر السجلات وفي سجل القوائم الانتخابية. إذن عبد العزيز بالعيد بعد الإدلاء بصوته حتما سيدلي بتصريح لوسائل الإعلام. نستمع ربما لتصريح عبد العزيز بالعيد. من انك يعرف الصبر هذا رئيس الدايت انطلاقه جديده للمستقبل، واتمنى ان الشعب يقر حقيقه مسارعه فهدي يا اخو. هذه الانتخابات اللي تدينا ان شاء الله الى هذه الجمهوريه اللي يطمح بها الشعب الجزائري، الجمهوريه الجديده. الله يا ربي ينصروا. ونتمنى الخير. شو بلاش؟ شو بلاش؟ ها؟ ان شاء الله نحتفل غدا بانتصار ديمقراطي الجزائري. بارك الله فيكم. إذن كان هذا تصريح مقتضب لعبد العزيز